لا 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 ها الكريات لا النت الحقيقة مشروع رائع خفف من معاناة الناس وكذلك أسعد الأطفال ونحن نراهم الآن قاعدين ويمكن تسمعوا في أصواتهم توا قاعدين يلعبوا وقاعدين دراجيح وزلحيق وما شاء الله وخضرة وأشجار نحن اليوم قاعدين في الملاهي جو سمح وركبوا ألعاب جديد نبوش الطيران جي يضربنا عشان نبنجونا في الملاهي نبوش نقدر نقدم رسالة للأطفال جميع أطفال ليبيا بأن نحن نقدم لكم هذا الملاهي كهدية على عكس غيرنا الذي يقدم لكم بالطائرات ويقصفكم ليل نهار وفي الأخير دعوة للجميع ونسأل الله العلي القدير يتقبل منا الجميع وكل سنة طيبين.